ابدا الحلقه النهارده الحقيقه واتكلم عن واحد من اساطير النادي الاهلي، النجم الحقيقه اللي دايما كلنا بنتكلم عنه، كابتن ثابت البطل. النهارده الذكرى ال 19 لرحيل اسطوره الاهلي اللي وقفته المنيه وقفته المنيه في 14 فبراير عام 2005. كابتن ثابت البطل هو واحد من رموز القلعه الحمراء، وواحد من اللي خدموا النادي الاهلي حتى اللحظات الاخيره في حياته. كلنا فاكرين طبعا لقطه مباراه القمه ضد الزمالك وحرصه على التواجد رغم المرض، مشهد خالد سيظل هذا المشهد دائما في ذكرانا جميعا الحقيقه، او في ذكرى جماهير النادي الاهلي الوفيه لهذا الامر. كابتن ثابت البطل اعطانا درسا في الوفاء والانتماء للنادي اللي ترعرع فيه وتربى داخل جدرانه. الحمد لله، يعني انا من الناس اللي عاشرت كابتن ثابت البطل، طبعا لم اعاشره كلاعب ولكن عاشرته كمديرا للكره، واحد من افضل الناس اللي تتعامل معاها في حياتك. زي ما قلت لحضراتكم، هذا الرجل او هذا الشخص اللي امام حضراتكم كان له دور كبير جدا 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 في وجودي في النادي الاهلي. واللقطه اللي حضراتكم شفتوها من شويه لما كان متغطي بالبطانيه، انا كنت متواجد جنب كابتن ثابت في هذه اللحظات، ومن الاوقات او من اللحظات الصعبه جدا 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 في حياه الواحد. اليوم اللي الواحد عرف فيه ان الكابتن ثابت البطل توفاه الله. ثابت البطل اسطوره اهلاويه. ثابت البطل هو الاسم الذي تسمعه فترى أمامك صورة تجسد الانتماء والرجولة والإخلاص وكل المعاني النبيلة التي عرفتها ملاعب كرة القدم. ولد ثابت البطل في 16 سبتمبر عام 1953 بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وانضم البطل للفريق الأول بالأهلي عام 1974 وحتى إعلانه الاعتزال عام 1991. لم يعرف سوى قميص المارد الأحمر والذود عن مرماه بكل بسالة. حقق ثابت البطل بطولات متنوعة مع النادي الأهلي الذي لعب له 225 مباراة، منها بطولة الدوري المصري 11 مرة، كأس مصر 6 مرات، كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 3 مرات، الكأس الأفرو أسيوية مرة واحدة. أما على الصعيد الدولي فتوج مع منتخب مصر الأول بكأس الأمم الإفريقية عام 1986 والصعود لنهائيات كأس العالم بإيطاليا عام 1990، وساهم في صعود منتخب مصر للأولمبياد مرتين في عامي 1980 و1984، وفي رصيده 60 مباراة دولية. تولى البطل منصب مدير الكرة بالأهلي مرتين، الأولى في التسعينيات والثانية مع بداية الألفية، كما عمل مدربا لحراس المرمى في نادي بني ياس الإماراتي ومديرا للكرة بنادي الاتحاد الليبي. وتواصلت رحلة البطولات مديرا للكرة مع الأهلي، منها 6 بطولات للدوري الممتاز وكأس مصر مرة واحدة، والبطولة العربية للأندية أبطال الدوري مرتين، وكأس السوبر العربي مرتين. عاش ثابتا ومات بطلا. كان مثالا ناجحا يحتذى به في الإخلاص والنجاح مع النادي الأهلي. ستظل في قلوبنا بطلا يا ثابت. بالفعل عاش ثابتا ومات بطلا.